قبل مع الترجي التونسي، ونعرف يعني سي خالد بن يحيى اكيد انه يتابع في الترجي في الشامبيونز ليج. كيفاش نجم تشوف يعني البدايه نتاع الترجي لحد الان في الشامبيونز ليج؟ شوف هذيك هي قدرها تو التاريخ نقعدوا هذيك هو قدر كيما قدر الجمعيات الكبار، يلزمهم يلعبوا على الألقاب ويلزمهم يلعبوا على النتائج، دونك يلزمنا على قد كبر جمهورنا وعلى كبر من الهيئة المديرة نتاعنا، يلزم يكونوا على كبر زاد الإطار الفني اللي هو على راسه ماهر بيوفقه. ونعرف أنا تكنيسيان ولو في العمر الصغير لكن تجربته في التدريب اللي عنده تجربة به، دونك مدرب معناه محنك. ان شاء الله بالانتدابات هذه اللي فقدها هو العام الفايت تزيد يتحسن اكثر الفريق، والنتائج معناها تكون ممتازه على حسب معناها اللي راغبين فيه الهيئه المديره وجمهور الترجي التونسي. ان شاء الله تكون معناها عبارة عن يوم ماهر على بكري، ان شاء الله يزن كاس افريقيا باش نوليو ديما عندنا المدربين التوانسه، باش يقعدوا الاخرين يبداوا يسمعوا فينا في الكلام.